الأهلي دخل فيه 6 جوال 6 أهداف في 6 ماتشات، والزمالك دخل فيه 6 أهداف في 6 ماتشات منهم الخمسة بتوع الأهلي. ما دايما أسلم خلي بالك، ما مش عايز أحمل الدفاع يعني كل الأهلي يعني هدف التفسير. آه طبعا أخطاء بيبقى في عدم رقابه يعني، حتى النهارده الجون بتاع سموحه الراجل بيشوط من على 18 ومحدش بيضغط عليها وبيحط ده الوحيد لي. يا ابو الذهب لا انا بك... في... على ايه ده الهدف الوحيد اللي دخل في النادي الاهلي صعب يا كابتن معد... اصلا بس ما فيش حد ضغط يا كابتن، مش حدش يتوقع ان هيعملها كده. طيب بس ما حدش ضغط. انا سؤالي يا كابتن محمود كابتن رضا، ان الزمالك والاهلي لعبوا رغم ان بيتقال دلوقتي ان الاهلي يعني داخل بقوه على بطوله الدوري ماشي، وهي حقيقه فعلا بالماتشات وبالفوز ماشي، لكن انا بلعب 6 ماتشات بيدخل فيها 6 جوال يا اسلام، مفيش ولا سردبات. والزمالك الناحيه الثانيه اللي هو بيحتل المركز الثالث دلوقتي، نجيب حتى الجدول يا جماعه عشان احنا بنتكلم في الارقام، فممكن برضو مع الوضع في الاعتبار ان مبروك للنادي الاهلي ومبروك للنادي الزمالك ماشي. انت بميت في جلد الست جوال في ماتشين جون في الزمالك. لا احنا عشان لا ونرجع نقول مبروك للاهلي لا صح، حاجه مهمه، انت ميت في جلد، حاجه مهمه جدا. فهل ده راجع ليه؟ ومين اللي قال اني ما بقولش مبروك؟ لا ما لناش دعوه، خلينا بنتكلم على الست جوال هنا والست جوال هنا. انت بس مين ماشي. اللي قال ان انت ما بتقولش مبروك؟ خلينا بس في الست جوال. فرقه بيدخل فيها ست انتوا بتضحكوا ليه؟ طيب فرقه بيدخل فيها كل ماتش هدف، وفرقه دخل فيها 5 في ماتش واحد في بالظبط كده، واحد في 5 ماتشات هدف واحد في 5 ماتشات. بس خلينا متفقين يا اسلام، ما فيش سردباك في مصر بيمسك ولا سردباك في مصر بيمسك فرود ولا بيراقب، ودي اللي احنا مفتقدينها. يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن رضا، يمكن الانديه الكبيره دايما انت نمره واحد او رقم واحد بتفكر ان انت تجيب جول، ما يخدش فيه جول، لازم ابقى مامن بشكل كويس. وبعدين كنا دايما بنقول ان الديبرو او السردبات عينيه في وسط راسه، فدي ما بتحصلش، ما فيش حد بيكلم حد، ما فيش حد بيوجه حد. ياسر ابراهيم النهارده ما بيمسكش ما بيراقبش، بدر بنون يمكن شويه هو لعيب كوره لكن ما بيراقبش ما بيضغطش، ودي حاجه مشكله كبيره في الحته دي. لكن الاهداف اللي بتيجي من اخطاء، ان انت ما انتش مراقب، ما انتش واقف، ما انتش واقف صح، فبالتالي هي دي الاخطاء بتيجي من هنا. ان انت النهارده ما فيش حد بيضغط على الرجل اللي بيرفع. النهارده لو قفشه في ماتش المحله، لو قفشه كان ضغط على الرجل اللي بيرفع كوره ما كانش اترفعت. فده بتيجي من البدايه، الاخطاء بتيجي من البدايه، زي الجون بتاع الزمالك اللي دخل في الزمالك اللي هو بتاع البنك الاهلي، في خطا من طارق حامد اللي وراه. النهارده السردباكين يا اسلام لقيتهم طياره على الجون راجعين، المفروض احنا دايما بنقول لا اضغط وقابل من قدام. اه طارق حامد غلط لكن مش عايز احمله الهدف، لكن لازم اضغط، لازم اصحح خطا زميلي، وده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن الانديه بحجم النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي في الموسم اللي فات وده اللي بيعمله موسمان الفتره دي يا اسلام، الموسم ده ان ابتدى يلعب حمدي فتحي في حاله الهجوم على النادي الاهلي، بيرجع ورا بيبقى ليبرو بيامن وعلى اساس يقلل ما فيش في زيت جوان برضه. لا ما يعني انت بتقول ده اللي عمله يا كابتن ماشي، ما انت سموحه الجون ده هو في اخطاء. انا بسال يا كابتن محمود، اولا لسببين. السبب الاول ان قوام الدفاع منتخب مصر من الاهلي والزمالك ده رقم واحد. رقم اتنين هو علشان الاهلي بيجيب عدد اهداف اكبر، فالناس مش واخده بالها ان كل ماتش بيدخل فيه جول. ده واخده بالها طبعا يا فندم، يعني النهارده كسبان الزمالك 5، كسبان سموحه 4، كسبان المحله 3، كسب مين تاني؟ المقاولين 1-0، والاسماعيلي 4. فبص فالنهارده تيجي معدل التهديف عالي 18 هدف عالي، لكن كل ماتش انا كفريق منافس بوصل للمرمى وبسجل. عارف ده شغل مين يا كابتن؟ انا عايز اعرف ليه بقى. عارف ده شغل مين؟ المفروض الجهاز الفني
زي انت اما بتصلح الاخطاء زي ما انت ان انت عاوز تصلح الاخطاء. ليه حضرتك مدافع؟ كابتن رضا مدير فني، انا عايز اعرف ليه الاسباب. ما انا اقول لك الاسباب. اول هام انت شايف من السنه اللي فاتت النادي الاهلي دخل فيه مش عارف 29 و 28 هدف السنه اللي فاتت، صح؟ مظبوط 29. اه هو بيقول دلوقتي يا ابو الدب بيقول لك ايه ان موسيماني شغال على دي، يعني مفروض طالما ده يبقى تقلل عن بالظبط كده. انا لعبت ست ماتشات وكسبهم كلهم، يبقى اقل مثلا حاجه يخش فيها جونين ثلاثة بالميت. بيراميدز هو اقل فريق دخل فيه اربع اهداف. ما هو خلي بالك عشان برضو هو المقصة، بس بيراميدز لسه ما لعبش الاهلي ولا الزمالك، دي حاجه. انما الاهلي والزمالك لعبوا بعض وكان في خمسه في الاهلي في الزمالك وثلاثه في الاهلي. هي دي اللي رفعت القيمه اللي هي في سواء التهديف هنا في الزمالك او اللي دخل في الاهلي، واخد بالك؟ فبيراميدز لسه ما لعبش الناس دي، دي حاجه. تاني حاجه زي ما دلوقتي بيقول ابو الدهب المدير الفني يا اسلام، انت بتلعب بثلاثه وبيخش فيك الاجوان، طب ما انا اعمل تدريبات تخصصيه للاربع خمس لعيبه اللي هم المساكين عندي بما فيهم كمان الاثنين اللي على الاطراف، ان ازاي يقفوا في حالات اللي هي الكورسات والاختراقات. لو عمل كده يعني احنا مثلا لما نعمل حاجه زي كده كنا بيخش فينا اجوان كتيره، بتعمل ايه؟ بتلعب الاثنين المساكين، واخد بالك؟ وقدامهم بس الديفندر، وتبدا تهاجم عليهم بخمسه، ما بتلعبش باك رايت اهو ولا باك ليفت، بس انت عشان الاثنين اللي هم في وسط الملعب اللي هم المساكين يبداوا يواجهوا خمسه مثلا وهم ثلاثه، يشوفوا القطره العدديه ديت اللي هي بتبقى جايه عليهم. لو نجحوا الثلاثه اللي هو الديفندر مع الاثنين المساكين دولت في تقليل الاهداف اللي هتيجي فيها، انت مثلا بتلعب 10 دقايق ولا ربع ساعه تخليهم يعملوا، وبتغير طبعا بقى الاثنين التانيين والاثنين كده يعني. ما بتلعبش كمان بالاثنين اللي هم اللي على الاطراف، انا بلعبك بالاثنين اللي في القلب، تحركاتهم مساكين مع رؤيتهم مع المسك مع واخد بالك، وفي على عليهم خمسه وهم ثلاثه، لا بينجحوا ان ساعات ما بتجيبش جون، فانت بتوصل لحاجات زي كده، سواء بعد كده بقى ما بتعمل لهم الكورسات او الاختراقات. انما المشكله كلها ان هو نايم في ميه البطيخ وسايبها ماشيه عادي، وهو بس بيلعب اسماء بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، مش عارف ايه، وهي الاخطاء هي هي والاجوان هي هي. ولو لاحظت كده هتلاقي كل الاجوان يا اما من الاطراف. انا سؤالي يا كابتن محمود، ان هل لعيبه بالحجم ده بدر بنون اللي بياخد مش عارف كام، وياسر ابراهيم و